آليا، أنا آسفة كتير. اطلعي كيف انقلبت الأمور. نحنا كنا مفكرين إنه وقت أبي يتزوج ميرا، براجيا يلي رح تزعل، وهي يلي رح تعصب وتزعل وتكسر كل شي بطريقة وتتصرف بلا وعي. بس أنت يلي عم تعملي هالشغلات. شو صار؟ ليش سكتتي؟ يلا كملي حكي، تفضلي احكي. مبسوطة كتير بحكيك، حابة اسمع أكتر، خليكي عم تحكي، يلا كملي. شوفي، يعني أنا حكيت شي غلط؟ ليش عم تعيط علي بهالطريقة؟ رح خاف منك. عم تخافي مني؟ صرتي هلأ تخافي؟ لا لا لا، كان قصدك تقولي إني أنا بلا عقل. أنا إمتى قلت هيك شي؟ إذا أنا بلا عقل، ليش لكن إجيتي كرمال تحكي معي؟ شو عم بصير معه؟ ليش إجيتي لهون؟ روحي من هون، تركيني بحالي، روحي يلا. آسف آليا، كيف صار هيك؟ آليا، براجيا هي اللي لازم تكون محلك. حلو، انت اجيت كرمال تقلي نفس الكلام؟ لقلك شغلة راج، ستي والحرس وبهادور بعدهم كلهم لعندي، كرمال يشوفوني بهي الحالة ويشفوا علي، وبعدين هن رح يتركوني. لا أنا خلص، روح من هون راج، بس تتركني بحالي. اجيت لهون كرمال قلك انه ميرا رجعت. لأمتى بدنا نضل عم نهرب؟ أول شي كنا على حصان وهلأ على رجلينا. هي كانت فرس مو حصان. ماشي مثل ما بدك. إيه؟ ومجبورين نركض لأنه ما منقدر نطير. بس بلكي ضعنا ونحن عم نركض، لأمتى بدنا نضل عم نركض؟ عم تحكي وكأنه أنا حافظ كل الطرقات، من هون منوصل على طريق أشوكا ومن هون على راني جانسي ومن هون. عم تمزح معي هلأ؟ أنت كيف بتقدر تنسى طريق موغامبو؟ مو معقول، نسيت إني كنت ناديلك موغامبو. أنت موغامبو ما لازم تخافي. أنت معك حق، ليش لخاف إذا كنت مع زوجي؟ هذا الكلام الحلو. هيك انت بكلامك بتخليني اتخلص من خوف. يعني انت كنت خايف؟ كل العالم بتحس بالخوف وكل العالم بتحس بالوحده، بما انك معي ماني خايف ولا حتى حاسس بالوحده. ليش ما عم نقدر نخلص منه؟ الرجال متحمس كثير. اخيرا لقيتكم. شاطر كثير، وهلا امسكنا اذا قدرت. شو عم تعمل؟ ليش عم تستفزه؟ هلأ بيعصب أكتر. ما بتعرفي شو بيقولوا، غالباً العالم بتغلط وقت بتكون معصبة، وهو الواحد ما بقى يشوف قدامه وقت بيعصب. شو صاير لك؟ رح أعرف حاسبه من هلأ للموت.